بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هندسة أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض شرح 3D أوتوكاد، والنهاردة هتكلم عن 3D سكيل. تمام، عندي 3D سكيل في هوم وبعدين موديفاي. 3D سكيل اللي هي الشكل بتاعها اللي احنا شايفينه ده. طيب أنا رسمة زي ما شايفين برجن، والأضلاع بتاعته 3 زي ما احنا شايفين كده، كل ضلع مقاس بتاعه 3. انا عايز اعمل 3D سكيل للبولجن ده. اعملها ازاي؟ هاجي اروح على سكيل من هنا واختار البولجن مع الدايمنشن عشان نشوف الدايمنشن هيتغير ولا لا، وبعدين ادوس بيمين الماوس انتر. تمام، واختار النقطة اللي انا هعمل منها السكيل. هختار مثلا النقطة دي. بعد كده بيقول لي سكيل اكسس اور بلين. باجي اقرب كده، عندي هنا شايفين المربع الاصفر او الذهبي ده، بدوس عليه بالشكل ده كده، وبعدين اديله السكيل اللي انا عايزاه. انا عايزه مثلا اصغره بالنص، هاجي اقول له 0.5 وادوس انتر. عمله لي زي ما احنا شايفين كده. طيب هعيد تاني سكيل 3D سكيل، واختار البوليجون ومعاه المقاس، وبعدين ادوس بيمين ماوس انتر، واجي اختار برده نفس النقطه. تمام، واختار اهو المربع اللي عندي الذهبي ده بالشكل ده. ممكن ان انا اخد منه بقى كوبي او ريفرنس. طيب لو انا اخدت منه كوبي اهو، واجي اكبره مثلا، اخليه اقول له اضربهولي في 3 كده، انا كبرته. تمام، بقى عندي واحد صغير واحد كبير اهو، شايفين انا اخدت منه كوبي، تفصت بيه الاصل و عملت سكيل وكبرته بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طيب لو جيت قلت له اندو وجينا استخدمنا ريفرنس، اقول له 3D سكيل واختار كله مع بعض بالشكل ده كده، بدوس بيمين ماوس انتر، وبعدين البيس بوينت، وبعدين اختار مربع الذهبي ده، وبعدين اقول له ريفرنس. وهنا بيقول لي الريفرنس لينس 1، سيبها زي ما هي، وبعدين ادوس انتر، وبعدين اقول له مثلا نيو لينس هخليه 5 وادوس انتر. كبرهولي بالشكل اللي احنا شايفينه ده اهو، بقى 7.5. يبقى احنا اتعلمنا النهارده امر 3D سكيل في برنامج الاوتوكاد. كده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو، وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.